وكان الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا قد أدى صلاة الفجر حاضرا بالجامع الكبير بمدينة صنعاء القديمة بالعاصمة، وقد تبادل عقب الصلاة أطراف الحديث مع المصلين من مواطني أبناء المدينة، موضحا لهم أهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على الأمن والسكينة والسلم الاجتماعي، وأكد أيضا على أهمية إحياء القيم الصنعانية الأصيلة التي تقوم على أساس الفضيلة وحسن الجوار والتعاون والإخاء والتراحم والتكافل الاجتماعي. بعد ذلك قام رئيس اللجنة الثورية العليا بزيارة تفقدية لشوارع وأسواق المدينة. بعد ذلك قام رئيس اللجنة الثورية العليا بزيارة تفقدية لشوارع وأسواق المدينة التي تتميز بعبق التاريخ وترمز إلى الحضارة اليمنية الأصيلة. وأثناء الزيارة التقى بعدد من المواطنين حيث استمع إلى همومهم وقضاياهم واحتياجاتهم في ظل العدوان والحصار الجائر على بلادنا، مشيدين بمشاركة رئيس اللجنة الثورية لهموم وتطلعات أبناء الشعب اليمني. بعد ذلك قام بزيارة إلى سائلة صنعاء التي تشهد هذه الأيام تدفقا كبيرا للسيول نتيجة للأمطار الغزيرة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها، كما قام بزيارة تفقدية إلى أفراد اللجان الأمنية والشعبية في المدينة، مؤكدا لهم على أهمية اليقظة الأمنية وكذلك الحس الأمني العالي لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن واستقراره. من جهتهم عبر أفراد اللجان الأمنية عن امتنانهم لمثل هذه الزيارة واللفتة الإنسانية التي تؤكد ارتباط القيادة بالمواطنين بمختلف شرائحهم والتي من شأنها أن تعطي الحافز والدافع ورفع المعنويات لبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.